السيد رئيس المؤتمر السيد شعيب الإفقي، السيد حسين معني رئيس الهيئة المركزية للأطباء، السيدة أمل وزاني نائبة رئيس الجامعة الدار البيضاء، السيد فريد شهاب عميد كلية الطب والصيدلة بجامعة الحسن الثاني، السادة المشاركون من الدول المغاربية، السيد عبد العزيز بصبيحة رئيس الجمعية المغربية للتوسط الصحي، أصحاب السعادة، الخبراء، حضرات السادة والسيدات المشاركين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في مستهل هذه الكلمة أن أقول إليكم تحيات معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو. وتمنياتي لأن يحقق هذا المؤتمر المغاربي الأول والوطني الثاني حول التربية العلاجية تكوينا ومهنيا أهدافه الرامية إلى تعزيز قدرات المهنيين الصحيين والعاملين في مجال التربية العلاجية للمرضى وتطبيقاتها في دول المغرب العربي وفي غيره. كما يطيب لي أن أقول خالص الشكر والتقدير إلى الجهات المنظمة وعلى رأسها الجمعية المغربية للتوسط الصحي على توجيه الدعوة إلى منظمة إيسيسكو للتعاون في عقد هذا المؤتمر الهام والإعداد لإنجاح فعالياته. ويسرني أن أتوجه أيضا بالشكر إلى السادة الخبراء المشاركين في هذا المؤتمر من داخل المملكة ومن خارجها على المشاركة لتبادل التجارب وتعميق الصلات وتعزيز الخبرات وتطوير المهارات المشتركة آملا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق. أصحاب السعادة، حضرات السادة والسيدات، إننا نعلم جميعا أن التربية أساس الانسجام التنموي في كل القطاعات ورفع مردوديتها في تناغم عملي بين المتخصصين القائمين على الأبعاد العلمية والتقنية للقطاع والفئات المستفيدة من خدماته بكل أصنافها. ولقد كانت التربية دائما أساس استخلاف النوع البشري منذ قلده الله سبحانه وتعالى مسؤولية عمارة الأرض، وذلك في ظل الحاجة خلقة لتطابق تصرفات الإنسان مع السنن الكونية وقوانين الطبيعة من حوله في نفسه وبدنه أولا، وكذلك الكائنات الحية والجامدة التي تخدمه سعيا لسلامته وتحقيقا لرفاهيته. كما أن شأن التربية يتمثل في توجيهات وتعليمات عن علم واختصاص ينطق بها الوحي بعلمه المطلق أو يصدرها أهل التخصص في مختلف المجالات من طب وزراعة وهندسة وعلم نفس وعلم اجتماع وغير ذلك مما لا يصح شأن الناس إلا به. ولهذا فإننا اليوم في هذا المؤتمر أمام قضية من أهم القضايا الإنسانية في المجتمعات المعاصرة التي لا يدرك حقيقتها إلا الصاهرون على سير العمل في المؤسسات ذات الصلة في ميادين الاستشفاء والتأطير الصحي. لقد شهدت المجتمعات البشرية بدون استثناء في العقود الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة وارتفاع التكاليف الصحية المتعلقة بها والتي تثقل كاهل الصحة العمومية وتجعل أي إهمال في المعالجة أو التقيد ببرامج العلاج سببا في تعقيدات أكثر خطورة واستهلاك إضافي للإمكانات الاستشفائية للبلدان المعنية. ومن هنا فإن التدخلات المتعلقة بتحسين تعامل مختلف المعنيين من مرضى وأطباء وأطر صحية مع أسس التربية العلاجية سيساهم بشكل كبير في توفير الجهد والموارد البشرية والمادية في مجال الصحة. إن عدم التزام المرضى بتعليمات الوصفات الطبية بعيدة المدى يعد أمرا واردا لدى جميع المرضى خصوصا المصابين بأمراض مزمنة، ومظاهر النسيان أو التهاون أو في بعض الأحيان الاجتهاد في طرق استعمال الأدوية ومواقيت التحاليل والزيارات الطبية ينسف بقدر كبير الجهود السابقة في التشخيص والمتابعة وكل العمليات الطبية المصاحبة للمريض من أول يوم. وفي هذا الشأن تبرز أهمية توعية المريض وتزويده بمعلومات متعلقة بمرضه مساهمة في تحسين التزامه وتكليفه مع البرامج العلاجية، إذ إن عملية تأطير المرضى وتوعيتهم تعتبر أحد أهم الحلول العملية الكفيلة لتغيير الأفكار المكتسبة أو الخاطئة حول المرض وبالتالي تغيير سلوك المريض نحو الالتزام بتناول الأدوية والتقيد بالحمية
أو تغيير نمط حياته ليتناسب مع متطلبات مرضه. أصحاب السعادة، حضرات السادة والسيدات، وعي المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو بأهمية دعم الجهود الرامية إلى بناء مجتمع صحي أفضل يتمتع أفراده بالصحة والسلامة ويوفر لهم الخدمات الصحية اللازمة، فقد أولت اهتماما مضطردا بدعم تنزيل الاستراتيجيات الصحية والمشاريع الوطنية للدول الأعضاء للرعاية المتكاملة، والتي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات العلاجية للمرضى وتعزيز الإجراءات والأنشطة الوقائية والتوعوية لخفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة بين ساكنة العالم الإسلامي، وذلك من خلال تطبيق الطرق المنهجية والعلمية الحديثة في نشر الوعي الصحي العام والحد من انتشار الأمراض والوقاية منها، وذلك عن طريق التربية على أهمية الامتثال لجودة هذه الخدمات، فضلاً عن تمكين المرضى وأسرهم من مساهمة التحكم في إصدار بعض الأمراض والحد من مضاعفاتها. أيها السادة والسيدات، إن إيسيسكو تعمل على مساندة أنشطة بناء القدرات المهنيين الصحيين والعاملين المجتمعيين في مجال مبادئ وتطبيقات التربية العلاجية، إيماناً منها أن التربية العلاجية تفضي بالمريض إلى اكتساب سلوكات صحية تمكنه من إعادة صياغة إدراكاته والتدرب على أخذ القرارات في الحالات الحرجة. وقد يستدعي هذا الأمر ضرورة تنظيم دورات تكوينية عملية في التربية العلاجية لمختلف المتدخلين فيها من المحفزين كالجمعيات الصحية ومؤسسات المجتمع المدني الاستشفائية أو من الفاعلين المنفذين الفعليين لعملية التربية العلاجية التي تتطلب تداخل التخصصات والاعتماد على الشرح باستعمال اللغة البسيطة ووسائل الإيضاح وتعزيز المعلومات المكتسبة والربط بين خبرات المشاركين وتطوير القدرات ومحاكاة الثقة بالنفس لتغيير تعامل المريض مع المرض وتحسين نوعية حياته وبالتالي ضمان التحكم في الآباء النفسية والاجتماعية والاقتصادية للمرض. وتلك كلها قضايا ولا شك سيعمل مؤتمركم المغاربي وهذا على مناقشتها وتقديم المقترحات العملية بشأنها. وفي الختام أرجو العلي القدير التوفيق لتحقيق الأهداف المشروعة من عقد هذا المؤتمر، كما أجدد الشكر لكل من ساهم في عقده وعمل على إنجاحه من مسؤولين وإداريين وخبراء ومشاركين، والله الموفق وأول هذه إلى سبيل الرشاد والتوفيق في خدمة مثل هذه الأهداف الإنسانية النبيلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.